الكركم يسوي تليف كبدي ويدمر الكبد وإلى آخره. شوف يا حبيبي، ركز معي، هذه عبارة عن دراسة أجريت على حالتين تقريبا. الحالتين هذه وش سالفتها؟ استخدموا الكركم كمكمل، حبوب مصنوعة فيها مركز الكركم، فيها 2000 ملي جرام من الكركم والفلفل الأسود ولمدة 3 أشهر. لاحظوا أنهم استخدموا 2000 ملي جرام، كثير جدا كثير جدا، ومدة طويلة 3 أشهر. دائما يا إخواني، أولا أقولكم المصادر الغذائية هي رقم واحد. أخذ كركم زي ما خلق الله، ممكن تأخذ مكمل ولكن باستشارة عشان نعرف كم الكمية، لأن الكركم الموصى به يوميا من 1 إلى 3 ملي جرام لكل كيلو جرام. بمعنى لو وزنك 50، كم تأخذ في اليوم؟ تأخذ من 50 إذا مرة إلى 150 ملي جرام من الكركم يوميا. فلذلك لاحظ هنا كم ماخذين 2000 ملي جرام لمدة 3 أشهر، وأيضا معها اللي هو الفلفل الأسود اللي زاد الامتصاص إلى نسبة تصل إلى 2000%، في بعض الدراسات 3000%. لذلك زي ما قلنا ونقول ونرجع، المصدر الطبيعي أنا أفضله دائما، والشيء الثاني مهم جدا إذا بأخذها على شكل مكمل، الاستشارة الطبية مرة مهمة. لاحظت الفرق؟ إنه أنت وزنك 50 اضرب فيه 3، الوزن هذا أقصى شيء، يعني 150، هناك ماخذين 2000 مدة 3 أشهر ومع فلفل أسود يخليه يمتص بشكل عالي. لذلك الكركم من أروع ما يمكن، دائما الاستخدام المعتدل الطبيعي، وإذا هو مكمل استشارة طبية، هنا الأمور ممتازة. سلام. وما ننسى أنه الدراسة هذه اللي أجريت على الأشخاص اللي وسوت لهم، هي كانت عبارة عن حالتين فقط. طبعا الحالتين هذه حتى في نفس الدراسة ذكروا أنه ما نعرف وش القصة المرضية السابقة، لديهم مشاكل أخرى إلى آخره إلى آخره، ولكن الاعتدال جدا مطلوب. وتقدر أنك في السناب اللي هذه بعد هذه بحط لك الدراسة إن حبيت أنك تطلع عليها.